اوكي طيب نكمل. في سؤال اتسالني في وقت البريك ده حلو لان اوقات بيبقى فرصه انهم يسالوا سؤال انا ما بديكوش فرصه غير في الاخر فبرضه في فايده. حضرتك سالتني سؤال قلت طب قولوا كده يمكن قلت عشان اقدر اوصل يعني انه روح يتكلم يسوع المسيح لازم افضي عقلي وقلبي من البطاطس. ايوه عشان روحي تقدر تخاطب المسيح لازم افضي عقلي من البطاطس. طيب الهموم يعني الهموم طبعا طبعا انا فاهم. الاجابه اللي هنا فيه انا شايف نقطتين فالاجابه شقين. الشق الاولاني وركزوا معايا قوي الصلاه الاصغاء هي تغذي العقل الواعي والاراده الواعيه. سيبوا شويه وحياتكم قصه الروح. صلاه الاصغاء تخاطب وتغذي العقل الواعي والاراده. الاراده الواعيه يعني ايه؟ العقل والاراده اللي بنستعملهم دلوقتي. يعني ما تقدرش تعيش لي صلاه الاصغاء وتقول لي انا ما فهمتش هو كان عايز يقول لي ايه. ما تقدرش تخرج منها وتقول لي انا ما فهمتش او تقول لي دي ما ينفعش يبقى انت ما صغتش. خد بالك ليه؟ لان انت لو انت من 2000 سنه قابلت المسيح وكلمته مش هتطلع فاهم؟ مش هتطلع فاهم هو بيقول لك ايه؟ نفس الحكايه في صلاه الاصغاء، انت قاعد بتقعد معاه وبتقول له فهمني وهنخش في الكلام وهنخش اكتر. انا دي مجرد انا لسه ما اخدتش معاك. فحكايه الروح دي دي صلاة قلبية. يا سلام. لا هو مفتاح في حاجة مفتاحها للصيف. معايا؟ الغريبة ما بيقطعش. انت مش واصل؟ لا انا فكيتها يعني بس اوصلها بس مش عايز يعني لو الكهرباء مش هتثبت مش هوصلها. انت كده هتضطر تقطع. البطارية تاخد بس لو الكهرباء تثبت بس هوصلها. طيب ماشي خليها مش مشكلة. معايا؟ فإذا صلاة الإصغاء مش حاجة وهمية، مش حاجة في العلم الغيب. صلاة الإصغاء في علم الوضوح. يمكن جديد علينا إن احنا نقبل أو الفكرة دي أو نعرف الفكرة دي، لكن خدوها. صلاة الإصغاء دي في الوضوح. ما ينفعش تقول انا مش متاكد، مش متاكد يبقى ما ظبطتش معاك، لازم تعيد تاني تعملها تاني. تطلع منها عارف وحدد المثل عشان يبان يبقى انا بتكلم في ايه. دي نقطة، النقطة التانية إذا سيبوا الروح على جنب، النقطة التانية كان سؤالك إيه؟ تفضية. أنا ما بفضيش قلبي. أنا بشد في طلبي قول لي أنت عايز مني إيه؟ فبلاقي إن فده بيفضي قلبي. انت دلوقتي معايا بتركز معايا، هل ذهنك مع ناس تانية؟ لا. ليه؟ لان انت عايز تركز معايا، لان انت نسيت الدنيا وانت معايا فرضا يعني افترض. اوكي طيب يبقى ايه بقى؟ قلبك مستعد يعني ريسبتيف طبعا. بس طبعا في حاله البريسايز بتاعت صلاه الاصغاء عشان تبقى ريسبتيف عايز كل كيانك يطلب. فانت صحيح بتلم كل الطاقه بتاعتك وبتقول بس اهو انا كامله قدامك. مش يوه انا عندي من هعمل صلاه اصغاء من 8 ل 9 بس ايه بقى انا 9 عندي رانديفو وانت ايه مشغول لي دلوقتي من رانديفو من دلوقتي صلاه اصغاء بقى انسى مش انت مش مركز عقلك في حته ثانيه. فانت لازم تعمل فعل ايه تقدمه بتقدم الموضوع بتقول للرب انا عندي رانديفو بتاع ده اهو بقدم لك انا دلوقتي بستقل عن المواضيع دي خالص انا معاك انت بس مش فارق معايا بقى الماضي المستقبل الحاضر كذا انا وانت وانت اهم حاجه في حياتي. معايا؟ طيب ده اكتر من تركيز بس هي مش تركيز مخ يا جماعه هي تركيز اصغاء. في فرق بين تركيز المخ وتركيز الاصغاء. قدرات المخ في حاجه نطفيها يعني؟ نطفيها يعني؟ ماشي. لا انا ما عنديش مانع بس النور يبقى. ما يبقى النور.
ففي فرق بين تركيز العقل، وطبعا ده بحكم يعني كل حقبة من حياة الإنسان لها قدرات عقلية مختلفة، غير الشاب اللي عنده 20 سنة سنن سنانه، غير اللي عنده 30، غير اللي عنده 50، غير اللي عنده 70، غير اللي عنده 90، قدرة التركيز متفاوتة. وبالطبع بالطبع الإنسان يعني برضو مش ما هياش تقليل من الإنسان، بس الإنسان اللي مثلا بسن معين خلاص بقى قدرة التركيز بتروح، بيبقى مش قادر يجمع. طب هل معناته ان هو مش هيطلع بنصيبه حاجة؟ يجرب يعمل، ربنا بيشوف المجهود، بس ما يحزنش لو مش هتزبط بالظبط زي ما انا بقولها. ليه؟ لانه حكم برضو القدر، ربنا برضو محتاج للعقل. ليه تاخد وقت مني صلاة الإصغاء؟ لانه عقبال ما النعمة تخش وتتغلغل حتى في المخ بتاخد شوية وقت معايا؟ طيب، بس في النهاية هو مش تركيز بس عقل، ما هيش شطارة فكرية، هي أيضا شطارة إصغاء، قلب صاغي، العذراء مريم قلب صاغي. أوكي؟ طيب، خلينا نكمل الكلام لكل منهم. المثل، بقول له يا رب قول لي أنت عايز مني إيه؟ امبارح كنت مع واحد، أنا بفترض طبعا، كنت مع واحد ودبينا خناقة وقال لي كلام يسم البدن يشل الحركة، وجيت النهاردة الصبح بعمل صلاة قلبية، صلاة الإصغاء برضو، وقاعد المسيح معايا وبقرا النص الأولاني وبقرا النص الثاني، وبيجي لي في وقت طخ 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 بيقول لي ايه؟ عايزك تروح تتصالح مع فلان بتاع امبارح. اوبا. عشان اسهلها لكم، هي ما بتبتديش كده، بتبتدي تدريجيا عشان برضو نبقى ايه، براكتيك عملي. في الاول انا بقرا النصين وبلاحظ انه الفكره لما اتنين بيتشبكوا في بعض، النصين مشبوكين في بعض في ايه؟ بيلتقوا في ايه؟ في الفكرة العامة بتاعة الرحمة. النصين بيتكلموا عن الرحمة. حصل. ده بطريقة وده بطريقة. مش شرط يكون قصده رحمة رحمة، بس أنا فاهم إن هو المسيح اللي قاعد قدامي عايز يلفت انتباهي لقضية الرحمة. يبقى كده أنا عملت صلاة إصغاء، يبقى النصين شبكوا في بعض، هي وصلت؟ لأ. ده بداية الكلام. كده أنا وصلت لتقريبا 95% من اليقين إن ابتدت العمل الفائق للطبيعة ابتدى يشتغل. عمل ربنا ابتدى يشتغل. بس لسه ما خلصناش، احنا بنبتدي الجزء الجامد بقى بتاعها. كلمني على الرحمة. رحمة ماشي، هتقف كده وتقول له خلاص فهمنا، شرحت لي فكرة الرحمة في الحياة المسيحية، فهطلع بقى انا ايه فاهم الرحمة ايه بشكل روحي اكتر. لا، ما يكفيش. الرحمة دي جنرال نوليدج، جنرال ايديا، فكرة عامة. هقول له طب الرحمة في ايه سوء؟ قلنا احنا بنعمل ايه؟ احنا بننزل. قلنا التواضع فعل، فانا بنزل. انت قلت لي الرحمة، ابتديت افهم الرحمة. اقول له طب براكتيكلي يعني تطبيقيا، براتيكمان يعني ايه الرحمة دي؟ شاور لي كده عندي انا، مش انا عيان؟ هو ايه لما يقول لي الرحمة شفاني؟ ممكن. بس لا، انت عايز الرحمة عندي تتجسد جوايا، هتتجسد ازاي؟ فهو ايه؟ انا بنزل وهو بينزل. انا بفسح له مكان فبينزل. عارفين الرئيس لما بيمشي مش قدامه موتوسيكلات بيفسحوا له الطريق؟ انا بقى الموتوسيكلات والرئيس هو المسيح، فانا ايه؟ بفسح له طريق فهو بينزل. كل ما بفسح له طريق اكتر كل ما بينزل، كل ما بفسح له مساحه جوايا كل ما بينزل. فانا بقول له ايه؟ بقول له طب رحمه ايه يا يسوع؟ اللي حصل امبارح ده فين الرحمه في الموضوع دوت؟ اخ ده ابتدى يخش بقى يقلب في الحاجات الصعبة، عايز يزنقني كده في حاجة تطبيقية، حاجة فعلية، عايزك تروح تتصالح مع فلان. شفتوا بقى؟ أنا بشد معاه وبقول له يا يسوع كلمني وكذا وكذا، أم هو راح رادد وجالي في مساحة صغيرة فعل واحد طلبه مني النهاردة، مش هيطلب منك 10 فعل،
هطلب منك فعل واحد بس. ازاي ما ازايش؟ طب وبكره؟ مالكش دعوه ببكره، بكره يموت، بكره ميت، بكره مش موجود، وامبارح مش موجود، اللي موجود بس دلوقتي. ده التفكير الصحيح. تفكير الروح الصحيح. الان فقط هو اللي موجود، اللي في ايدي، اللي في ايدي هو الدهر دلوقتي بس. انا ما في ايديش كمان دقيقتين، هو انا عايش كمان دقيقتين؟ ما انا اعرفش عايش ولا مش عايش كمان دقيقتين. اللي اعرفه ان انا عايش دلوقتي، واللي اقدر اعمله ان احب الله دلوقتي. احبه في الماضي، الماضي انتهى. المستقبل، المستقبل مش موجود. فهو بينشن على فعل واحد النهارده، فعل جديد. بقيت النهار انا كل اللي بعمله عاده بعمله. بس هو جالي في ايه؟ في الزخنقه دي. وقال لي انا عايزك تروح تتصالح مع فلان. اخ كنا حلوين. تعالوا بقى نحلل سوا النور ده اللي نزل الخواص بتاعته شكلها ايه. انا اخترت اربع خواص انا شايفها من اكبر الخواص، في خواص اكيد كتيره تانية بس في اربعه مهمين قوي. النور اللي نازل دوت اللي ضارب لامس هنا اهو حته مريضه جوايا وبيقول لي روح اتصالح مع فلان، الخاصيه بتاعته الاولى هي ايه؟ دي خواص بقى مش الطلب. الخاصيه الاولى هو ايه؟ انه من عند الله. من عند الله. بدي انا كنت اقدر الف ان هيقول لي روح اتصالح مع صاحبك، حاجه جديده، حاجه مفاجاه. مصدره جاي منين؟ طرف السهم اللي وراني جاي من فوق. ادي رقم واحد، من عند الله، بيديلي طعم جديد. مش ممكن تعمل صلاة إصغاء وما يكونش عندك فرح. مش ممكن تعمل صلاة إصغاء وما تقولش إيه ده؟ ده أنت قابلت رب المجد وكلمك، عايز أكتر من كده، ده أنت ملك، ده أنت وصلت. فدي حاجة أنت ما كنتش تقدر تتخيلها إنه يقول لك روح اتصالح مع فلان. ده دليل إنه هو اللي بيكلمك. طيب، الخاصية التانية إيه؟ إنه عملي. عملي. بيل براتيك. ربنا بيتجسد. الكلمة كل فكر ربنا اتجسد. كل كلام ربنا مدعو ان هو يتجسد، مفيش كلام بيفضل في الهواء. براتيك يعني ايه؟ يعني هيلمس الإرادة، الإرادة دي العيانة المريضة اللي ما بيتحركش، اللي ما بيعملش كلام ربنا، ما احنا عارفين الإرادة تعبانة، الإرادة مفككة، الإرادة عبيدة، عبدة، فردون، لكذا حاجة. فبيقول لي ايه؟ عمل. بيقول لي ايه؟ روح اتصالح، اعمل كذا. اعمل حاجة جواك، مثلا، حدي مثل تاني عشان ما تقولوليش يعني كله ايه؟ كله لازم نتحرك وروح نتصالح، لا، في حاجات تانية، في أمثلة تانية، مثل تاني ايه؟ أنت ابتديت تصلي وفعلا صادق، وبتقول يا رب قول لي أنت عايز مني ايه؟ وتشد بتشد بتشد، وجالك وقال لك ايه؟ عارف المشكلة الفلانية دي؟ آه، سلمها لي خالص. عايزك تحطها بين ايديا. ده هو اللي بيقول لي، مش انا اللي بخترع، يعني هو بيقول لي انت الجبل ده اللي انت شايله ده انا عايزك تسيبه لي، ما تقعدش بقى تضيع وقتك في الموضوع ده، عايزك ايه؟ ده مش ده فعل؟ واحنا نعرف نعمل الفعل ده؟ ما هو ده الفعل اللي بيطلبه مني. اعمل فعل ايه؟ حد شافه؟ رحت اتصالحت مع حد؟ اتحركت؟ اديني قاعد في مكاني، اتحركتش. عملت صلاة إصغاء بحالها ولا قاعد؟ ما اتحركتش، لأن التانية لما بيقول لي روح اتصالح بتخلص إمتى؟ بتخلص لما أكون فعال عملت الفعل. لا، ده أنا قاعد. وقال لي أعمل الفعل وهعمله وأنا قاعد. خدتوا بالكم؟ أدي فعل. الفعل هل هذا الفعل مرئي؟ ده فعل باطني. لما بيقول لي إيه؟ ابنك ده اللي أنت معكنن على حياتك فيه سيبه سلمه لي. أنا اللي بطلبه منك النهاردة، مش أنت اللي عايز تخلص من مسؤوليتك، لا، ده أنا اللي بقول لك سيب لي بقى موضوع ابنك ده، روق انت كده حلو، اهتم بامورك وسيب لي ابنك ده عليا. انا بطلب منك الكلام ده ليه؟ لان انت خانق، انت الموضوع ده خانقك وانا مش عايزك تبقى كده. وده انا بطلبه. جايين في السكه قدام هنشوف ازاي بيتعامل الموضوع، لان ده مجرد احنا لسه في الخطوه الاولى ازاي بنخش في الكلام. فاذا عمل ده برضو عمل. لما اقول لك هتسلم كذا، دي انا ده اللي بسميه عملي. عملي بالنسبه لي يعني بيلمس الاراده، يعني نتيجته فعل، مش نظريات حلوه. ربنا مش بس نظريات حلوه، في نظريات حلوه بس مش بس نظريات حلوه، ربنا بيتجسد. يبقى عشان تبقى متاكد ان انت عملت فعلا صلاه قلبيه من حين اي صلاه الاصغاء، من حين لاخر راجع وشوف
هل اللي انت هل انت في العملي ولا انت في النظريات؟ هل انت في العملي ولا انت في النظريات؟ هل في شفاء فعلي ولا انت في الكلام؟ ان ممكن يبقى كله كلام في النهايه. واحد عايش في الوهم، وياما ناس عايشين حياه روحيه وعايشين في الوهم. واخد بالك؟ الخاصيه الثالثه هي ايه؟ ما يطلبه مني قليل. وحاط قليل بين هلالين لان دي اذكرها من الكتاب المقدس. جاي منين الكتاب المقدس؟ فاكرين في حته من الحتت في الكتاب المقدس بيقول له ايه؟ بيقول له تعال ايها لا لا تعال الي ايها العبد الامين، كنت امين على القليل اقيمك على الكثير. احنا عايزين ايه لما بنصلي؟ نكون فوق في الجبل في التجلي، نكون وصلنا في يوم واحد. يعني عايزين نخلص، عاملين زي كده، عاملين زي الملائكه، عايزين بضربه واحده نوصل. بينما ربنا بيقول لنا ايه؟ انتوا في الزمن فتتتت يا جماعه، خطوه خطوه، النمو ياتي يوم بيوم. الشجره ما بتنميش مره في فجاه في مره واحده، فلازم بالتدريج ولازم تتعب، بس تعب مقاس، كل يوم مقاس صح. فاذا عايزك تكون امين على القليل، وعشان تطلع الجبل كله لازم تعمل خطوه. اللي طلعوا جبل موسى، مين طلع جبل موسى في سيناء؟ مش ورم، قصة. بس القصة دي كلها بتبتدي ازاي؟ بخطوة. وبتكمل ازاي؟ بخطوة بخطوة بخطوة. ادي الحياة. الخطوة دي لما بتبص لها ولا حاجة، ما تبص للجبال كتير، بص الخطوة ولا حاجة. هذا ما اعنيه بكلمة قليل، وهذا ما يعنيه الرب لما بيقول كنت امين على القليل اقيمك على الكثير. كنت امين على حاجات كده معايا كل يوم، خلاص هيجي يوم وتقدر تاخد المسؤولية. ليه؟ لأن هتكون قويت، هتكون بقيت سوليد، صلب قوي معايا. طيب الخاصية الرابعة والأخيرة ايه؟ في غيرهم بس أنا بتكلم على الأكبر. ايه هي؟ مستحيل اللي بيطلبه منك ده وصف للسهم يا جماعة. السهم قليل، قليل يعني ايه؟ اهي مربع دوت بس، بقى انا عايز منك البتاع ده بس، مش عايز منك، مش هشفي لك الاراده كلها يا فلان، انا هشفي لك جزئيه بس، عايزك النهارده فعل، المستطيل ده فعل، النهارده جديد هتعمله، سينرجيتك معايا انا وانت، سينرجيتك، طاقه ربنا وطاقتي هيلتقوا هيعملوا فعل سوا، لاول مره في التاريخ انا الشخصي هعمل فعل هو طالبه مني. فده القليل. هسيب بقية الأفعال بتاعت بكرة بكرة، بقية أفعال النهار بكمل عادي نهاري عادي. ومع إنه قليل وصف هذا الفعل مستحيل. إزاي بقى مستحيل؟ ما أنت هتطلب مني حاجة مستحيلة؟ إزاي مستحيل؟ مستحيل هنشرحها دلوقتي. شروط الحياة المسيحية عادة احنا بنعتبرها وكأنها صعبة. بنقول الدين المسيحي حلو قوي، في كلام كبير قوي، كلام روحاني جدا، حتى مع اعتراف ناس مش مسيحيين يقول لك كلام روحاني قوي بس صعب. احنا بنقول ايه؟ حلو، حلو قوي، روحاني بس صعب. صعب يعني ايه؟ ما تفسير صعب؟ في اللاوعي بتاعنا صعب يعني ايه؟ يعني لو واحد عنده إرادة قوية، عنده عضلات، هيقدر يكون مسيحي. واحد ما عندوش عضلات مش هيكون. ده جزء من التفسير، هديكوا كذا فورمة من شكل من هذا التفسير. في شكل تاني يقول لك ايه؟ يقول لك دي بتاعت القديسين. وانت لما تقرأ قصة القديسين تتشل، يجي لك شلل. مولود طالع من بطن امه منور، انت غلبان، انت انسان عادي، اتولدت ما كنتش منور، صحيح مبتسم بس ما كنتش منور. مولود بيعمل معجزات وانت ما عملتش لسه معجزات، ولا يمكن عمرك ما هتعمل معجزات يعني. لا ان شاء الله نعمل، بس يعني في معجزه ومعجزه. القديس توما الاكويني بيقول من ركع امام الله فتمم اكبر معجزه. هو لازم على خطاياه. بهذا المعنى طبعا.
من ركع امام الله بمعنى انه يعني ركع ركع فعلا بكيانه، من ركع فعلا امام الله بيقول لك ده اكبر معجزه. الراجل بيفهم قديس توما الاكوينو ما قلناش من غير الكوكاكولا الى ميه فاصبح قديس. لا فانكور معايا. طيب فاحنا في العقليه الشعبيه بتاعتنا الفكره انه في حاجه بتاعت القديسين وفي حاجه بتاعت بقيه الشعب، احنا الغلابه. لا يا جماعه خلوا بالكم، مفيش صنف ناس نازل من بطن امه جاهز، دي مش موجوده، شيلوها من دماغكم. مفيش ناس عندها عضلات زي بادر بيو كده نازل من بطن امه عنده عضلات واحنا غلابه عضلاتنا مفستكه. لا كلنا سواسيه، كلنا واحد مفستكين من الاول، ومن الاول كل واحد له تعبه، كل واحد له مجهوده، وكل واحد هيوصل. مش شرط هعمل معجزات زي مثلا بادر بيو، مش شرط هتجيلي سمات المسيح، مش شرط هعمل حاجات عجيبه، بس مدعو للقداسه والقداسه ممكنه. ماشي. طيب فاذا احنا لما بنقول مستحيل بنقصد ان القضيه قضيه عضلات، مين عضلاته اقوى، مين ارادته اقوى، مين اصراره اكتر، ده اللي هيوصل، بينما التاني الغلبان مش هيوصل. هي مش كده، لان لو كان كده كان يمكن ناس تانيه وصلت، مش القديسين بس، ناس تالته وصلت، لان في ناس عندها اراده قمنه جامده جدا، بس مش دي القداسه. هناخد امثله عشان نفهم ايه الفرق ما بين الصعب والمستحيل، لان ده دي نقطه اساسيه في الحياه المسيحيه. لو مش فاهمين الفرق بين الصعب والمستحيل لسه الحياه المسيحيه ما بداتش. المسيح لما جه مثلا في وعظة الجبل في الفصل الخامس من انجيل متى بيقول ايه؟ قيل لكم يعني موسى، لا تقتل، لا تزني، لا كذا لا كذا لا كذا، اما انا يسوع، انا يسوع بقول لك انت مش بس ما تقتلش، لا ده انت ما تشتمش او ما تزعلش من اخوك او ما تحقدش من اخوك، لان من حقد فهو قاتل. اوبا يا يسوع ده كلام صعب، مين اللي يقدر على الكلام ده؟ هو صعب ولا مستحيل؟ عايزين احنا عمالين بنتميز بين النقطتين دول. من نظر لحته شوكولاته بدون ان يشتهيها في قلبه هو ينفع تشوف حته شوكولاته وما تشتهيهاش؟ تقدر؟ عندك كنترول على الشوكولاته انك ما تشتهيش قطعه الشوكولاته؟ امثله حته تانيه. بيجي شاب غني وما تقولوليش انا ولا انا شاب ولا انا غني، لانه الشباب شباب بالقلب والغنى الغنى بالرهبه. ممكن انت ما تمتلكش وما زلت بتشتهي الاشياء فانت غني. في واحد فقير ما عندوش ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده، بس مازال بيشتهي ان هو او يرغب ان هو يكون عنده كده وكده وكده، فهو غني مش فعليا، مش بالامتلاك الحقيقي، بس غني بالرغبات كلها. فاذا كلنا شباب وكلنا اغنياء، متفقين؟ جاء صاحبنا الغني دوت بيقول للمسيح اعمل ايه عشان احصل على الحياه الابديه؟ انتوا عارفين القصه كويس قوي. المسيح رد عليه قال له ابتدى تتتتا، ما خشش فيه جامد، دخل قال له انت عملت كلام موسى؟ قال له عملت كلام موسى. حلو قوي. طيب نظر اليه فاحبه. يبقى ايه؟ هنخش بقى في الجد، هنخش في ايه؟ في ما هو مسيحي صرف. وده كان ده كلام موسى، موسى حلو. دلوقتي هنروح نخش بقى في احلى، هنكمل الامور. نظر اليه واحبه وقال له شيء واحد ينقصك، روح بيع كل حاجه ودي الفلوس للفقراء وتعالى احمل صليبك واتبعني. الراجل زعل حزن لانه كان عنده رغبات كثيره او كان عنده ممتلكات كثيره. رغبات كثيره، انا بعرف ناس ما عندهاش حاجات كثيره بس عندها رغبات تشيل دير واخر. يعني شاب او شابه عمره 26 سنه ما عندوش 60,000 حاجه عايز يحققها في حياته ولسه ما حققهاش، ده هتعرف تقول له سيب كل حاجه وتعالى؟ هيقول لك لا، عنده ما عندوش، ما هوش غني فعليا، بس هو غني في 60 حاجه عايز يعملها، صح ولا غلط؟ فطبعا هيقول لا مش فاضي لسه،
البطاريه رايحه في اتجاه تاني، بطاريه كياني موجهاني في اتجاه تاني. تمام؟ طيب. وقفلت القصه كده عند المسيح، دي موجوده في الانجيل طبعا تقدروا تقروها وتقروا القصه اللي جايه بعدها على طول، دي اللي انا بذكرها. والقصه اللي جايه بعدها على طول ايه؟ الولد مشي. المسيح راح مدور وبيكلم مين؟ بيكلم اللي ماشيين معاه اللي هم القريبين قوي اللي هم التلاميذ. قال لهم لا ده القصه اعوص من كده بكتير. اللي عايز يتبعني لازم ينكر ابوه وامه واخوه ومراته واولاده وباباه وينكر ذاته. بعدين بقى الحلو بقى الحلو، ودي الحته اللي انا عايز اوصل لها، الحلو ان في حد اتكلم صح وقال له من هو امي؟ قال له ايه؟ ماذا؟ من هم ماذا امي؟ من هي امي ومن هم اخواتي؟ لا شدي وماذا عنا؟ لا 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 غير ماذا عنا. قال له لو دي، هو ما بيقولهاش كده، دي من عندي بس هو ده موجوده في ماضي المعنى. قال له لو دي الشروط عشان واحد يتبع من يخلص. من يخلص؟ من يخلص؟ بالظبط. يبقى ايه بقى؟ مستحيل. لما بيقول لك روح اتصالح مع صاحبك اللي انت امبارح سمم دم قلبك وشلك، وبيقول لك روح صالح معاه، يا يسوع انت عارف ان انا ما اقدرش اعملها، احنا هنلعب بالقط والفار، ما اعرفش اعملها، بس ما دام انت طالبها يبقى انت تقدر تعملها. فمين المنطق يا جماعه ولا لا؟ ما تعجزش نفسك، لو طلب منك شيء يظهر لك وهو مستحيل معناته عايز هو يحققه. اديله المساحه والزمن يا جماعه، اديله المساحه والزمن. فانت هتقول له ايه؟ هتقول له لا صعبه؟ اوعى تقول له صعبه. صعبه؟ ما انت بتضحك على نفسك. فهلاوه المصريه هتقول له صعب. ادي احنا مش فهلاويين، احنا فهلاوي. المصري مش بيقول عليه فهلاوي؟ ممكن يقول صعب عليا ومش صعب عليك. صعب عليا ومش صعب عليك؟ مش صعب عليا عشان بالنعمه نعملها بالنعمه. طب استنى استنى، صعب عليا يعني اقدر اعملها برضه لو شديت شويه، يبقى ما وصلناش برضه للقرار الصحيح. هي مستحيله. مستحيله عليا وممكنه لديك. عشان كده لما قال له ومن يخلص، رد المسيح قال ايه؟ ليس مستطاعا الله عند الناس مستطاعا. هذا الشيء ليس مستطاع عند الناس ولكنه مستطاع عند الله. لو ربنا قال لك حاجه يقدر هو يحققها. عشان كده الملاك، انا صححتها المره اللي فاتت ما اعرفش لو انتم فاكرين، الملاك لما ختم البشاره مع العذراء مريم قال لها ايه؟ قال لها اذا سبتك اليصابات هي في الشهر السادس لان ايه؟ ليس لا احنا التراجم بتقول ايه؟ لا يوجد شيء مستحيل عند الله، لا شيء مستحيل عند الله. النص ما بيقولش، الاصل ما بيقولش لا شيء مستحيل عند الله، بيقول ايه؟ لا كلمه مستحيله عند الله. يعني فتح بقه ورمى الكلمه طلعت منه زي ما بنقول بالبلدي نو، كلمته ما توقع ما تنزلش الارض ابدا. كلمته ما تنزلش الارض ابدا. صح؟ هنا اهو كلمته ما هتنزل الارض. ما دام قالها يعرف يحققها. يبقى انا ايه؟ هقف اقول له ايه؟ هقول له انا ما اقدرش. حط نفسك دلوقتي مكاني، هتقول له ايه؟ قال لك روح اتصالح مع فلان وانت مزنوق زنقه مهببه. هتقول له ايه؟ فلان الفلاني شل بدني. تعالى ايش في قلبي. اول خطوه. عشان اقدر اتنفس. ترى ده خنق بالكلام بتاعه والكلام، انتوا عارفين لما كلمه واحده ممكن ترن في دماغك بينج بونج 14 سنه وتجننك وتشيبك، صح ولا غلط؟ كلمه واحده ازاي يقول لي كده اهو؟ ازاي بعد ما اعرفش ايه ينطول الكلمه دي؟ وايه وشعرك يبيض طول ما انت بتتكلم؟ معايا؟ ازاي يستجري ابن يقول الكلام ده؟ واخدين بالكم؟ والكلمه والفكره تلعب بينج بونج في راسك. بينج بونج يعني تروح كده. طيب يبقى ايه بقى؟ انت بتقول له يا رب وانا ما اقدرش. انا دلوقتي انا مريض
وبتقول لي اروح اطبب يعني امارس الطب يعني اشفيه اخويا. ما هو المغفره هي ان اعطي، بالفرنسيه بنقول باردوني، انا رايح ادي الرحمه، رايح اديها له، وانا عندي رحمه يعني اسلمها قبل. بالانجليزي فور جيف، لازم اخد عشان ادي. الرحمه لازم اخدها، لازم اترحم انا قبل ما ارحم اللي معايا عشان اقدر ارحم. ما عنديش قوه، انا يابس، ارض يابسه. فبقول له ايه؟ اديني القوه عشان اشفي قلبي اولا، روقني. وده اختبار عجيب، ده اختبار ان انا اقول لربنا اشفي قلبي، ده اختبار. هنا بيخش وبيغير من كياني. وبعدين اديني القوه، اديني ان اقبل هذا الشخص في قلبي. احنا ما بنقبلش الشخص مش لما بنشوفه، ما احنا شايفينه مش قابلينه. يبقى قبول الشخص او اللي يسموه الضيافه، هوسبيتاليتي، الضيافه. مش كاتب سفر الرساله الى العبرانيين بيقولوا ايه؟ بيقول خلوا بالكم مارسوا الضيافه في ناس استضافوا ملائكه وما كانوش عارفين. ما تنسوش الضيافه. الضيافه هي ايه؟ الضيافه الروحيه هي المحبه. المحبه انك تستضيف الشخص في قلبك. في كام شخص انت مش موجودين في قلبك اوريدي، لانك مش عايز تعرف عنهم حاجه. انا مش هكرهه، بس مش عايز اسمع انا اعرف عنه حاجه. ما استضفتوش، ما احتضنتوش. رحمه الله مش واسعه جواك، فانت تطلب رحمه الله، تطلب كتاب ربنا، وتقبل بقى ناس اكتر واكتر. دي الحياه الروحيه. اول حاجه بنبدا بالضيافه الروحيه، بعد كده لما بتشوفه بتبقى اصلا استضفته خلاص جواك. بيبقى باين من منظرك ان انت قبله، باين من الاشعه كده اللي طالعه من كيانك ان انت بتحتضن هذا الشخص. يبقى في اختلاف في معايا. طيب كل اللفه دي عشان اقول ايه؟ عشان اقول انه ما يطلبه من الرب هو مستحيل. وفي فرق من مستحيل وصعب. الحياه المسيحيه يا جماعه مستحيله وليست صعبه. لو احنا لسنا ماشيين على ان الحياه المسيحيه او الدين المسيحي صعب، يبقى احنا لسه ما دخلناش في الحياه المسيحيه. لازم ندوق العمق وجذريه كلام المسيح. المسيح قال لك لو كرهت اخوك فانت قاتل. ما تقوليش اصله ما انت عارف مصر الحياه صعبه واحنا ضعفه واحنا احنا بشر برضه. مش بنقول كده؟ كلام فاضي. ايه ما احنا بشر؟ يقول لك كون قلبكم زي قلبي انا. انا ما اقدرش اعملها، اديني قلبك عشان اقدر اعملها. ليه معقدينها؟ هي خطوه من صعب لمستحيل. ايه الصعب فيها؟ من صعب لمستحيل. يا جماعه يلا نعبر من الصعب الى المستحيل عشان نرتاح. دي مش طالبها منك، ده هو اللي بيعرف يعملها. زي قصة، معلش هفتح كده بارنتيز صغير، بس هي برضه بإطار الحياة الروحية، قصة المغفرة. سامح. الناس تقول لك ربنا عم بيقول سامح سامح سامح، بس إيه، أنا مش قادر أسامح. تعرف تفرق زي ما إحنا بنفرق ما بين صعب ومستحيل، لازم تفرق ما بين أريد وأستطيع. أنت عايز تسامح؟ بس مش قادر. عايز أسامح. بس مش قادر أسامح. طب دي حاجة ودي حاجة، ميزهم. عايز يا ريت، بس مش قادر. ما حدش طلب منك تقدر، ربنا ما طلبش منك تقدر. احنا بندمج الاثنين. احنا بنقول انه ما دامت ربنا طلب يبقى احنا نستطيع. لا، ربنا عايز النعم بتاعك وهو جايب القوات من عنده، هو جايب الطاقه من عنده، هو جايب الروح القدس من عنده، هو ابو السلطان، عنده السلطان كله، عنده القوه كلها، عنده المقدره كلها. لما بيقول لك اغفر ما بيقولكش تغفر بقوة، ان انت عندك القوة. تغفر يعني نعم اريد ان اغفر، اعطيني القوة، اعطيني ان اغفر. انا لا استطيع ان اغفر. هذه هي صلاة مسيحية حقيقية. انا لا استطيع ان اغفر ولكني اتمنى ان اغفر، لذلك مع علمي ان هذه هي ارادتك، لذلك اطلب منك ان تعطيني المقدرة ان اغفر. ميرسي. روح. يبقى انت كده حلتها. ما
تحطش على كتافك حمل بتاع ربنا اصلا مش بتاعك انت. القدرة على المغفرة موجودة على الصليب بس، فما تفتليش بقى وتعمل لي بقى ان انت ايه تقدر تغفر. ما توهمش نفسك انك تقدر تغفر. انت القدوة اللي موجودة على الصليب هي دي اللي بتواضع بتاخدها وبتفعلها في حياتك. الصليب قبلك، الصليب خلصك، الصليب شالك، فكر فيك وانت لسه بعيد، فكر فيا وانا لسه سافر ومنحط وبعيد، فراح جابني وشدني وجابني جنبه، جابني جنبه. ده هو اللي فكر فيا، انا كنت افكر فيه؟ كنت انا اقول له روح موت علشاني؟ ولا كان يخطر على بالنا نقول للمسيح يموت علشاني وهو مات علشاني؟ اذا هو الاول. فعلى الاقل نعرف نحطه في مكانه. انت الرب، انت اللي فاهم، احنا ما بنفهمش، احنا مخنا على قدنا. فانت الاول، انت على الصليب بتاخد شر وبتحوله لخير، لخير اعلى. الصليب عامل زي ترانسفورمر، فاكرين ترانسفورمر؟ مين شاف ال110؟ مين كان على ايام ال110؟ انا شفت ال110. لا غير امريكا، هنا هنا مصر. امريكا ايه؟ مصر هنا. امريكا اللي لسها في 110. انا بتكلم على ال110 بتاعتنا. ما تقدموش عننا. ها؟ ما تقدموش. ما تقدموش. كان في الزمانات في مصر عندنا 110. فلما نقلنا 220 الاجهزه كلها مش هنبيعها او نجيب غيرها. فبنشتري ايه؟ بنشتري ترانسفورمر. والعكس ايضا، اللي عنده 220 وعنده جهاز امريكاني هيجيب له ترانسفورمر 220 110. طيب الترانسفورمر ده بيحول حاجه لحاجه، قوه 110 لقوه 220 والعكس. الصليب ده ترانسفورمر، بس ترانسفورمر من نوع وحيد لا يتكرر، وترانسفورمر قوي جدا وفعال. بيحول ايه؟ بيحول الشر اللي بياخده اللي بيمتصه الى خير اعلى، الى خير. مش الخير اللي قدام الشر، لا، ده خير اعلى. يوم تاني نتكلم عن الموضوع ده. فهو بياخد وبيحول لخير اعلى. عندك انت القوه دي؟ عندك قوه لما حد يسمم بدنك ترد له بابتسامه وحب وما اعرفش ايه؟ لو ربنا مش جواك ما عندكش القوه دي. خليك صريح مع نفسك، وخليك متواضع، خليك بسيط، خليك truthful. ها؟ truthful يعني حقيقي. ها؟ صادق. ميرسي. صادق. خليك صادق مع نفسك. لا ما اقدرش. هو ما قالكش انت تعملها، قال لك انا عملتها، خدها مني. انا عملتها على الصليب، خدها مني، انا بديها لك. انت تخسر ايه اما تقول له اديني القوة؟ انا غلبان ما اقدرش. انا ببص للصليب وبقول شوف المرارة كلها اللي شربوها لي. انا بقول لك يا يسوع ما اقدرش، انا تسميت، انا اتبهدلت، بس ايه؟ بحط كل ده في كيانك، بحط كياني في كيانك، بحط اللي اتحط لي، السم الهاري اللي اتحط لي، بحط كل كياني جواك، وبقول لك يا يسوع ارفع وغير كل ده. ليه؟ لان اريد ان اكون خصب، اريد ان اكون فعال في المجتمع، اريد ان اكون مسيحي، اريد ان اكون يكون لحياتي معنى، عايز اطلع حاجه، مش قاعد كده باخد الخبط وقاعد ساكت، عامل زي المخده اللي بتتضرب وقاعده ساكته تمتص الاوجاع وتسكت. لا، تكون فعال في المجتمع. هتكون فعال ازاي؟ اما تستعمل قوه الصليب المغيره. هي اول تلبه في الحاله دي، اول لا علي صوتك قوي بقى، زعق. اول تلبه في الحاله دي ان احنا نقول يا رب اشفيني علشان يعني اقدر ابتدي. تاني طلبة انك تقول له حضرتك بتلخصي صلاة الاصغاء؟ لا. ولا اعمل ايه في حالة الفرق اللي المستحيل؟ الصعب والمستحيل. اول حاجة زي الاكزامبل بتاع الغفران، اول حاجة ان احنا نطلب منه انه يشفي الالم اللي سببه الاخر، ثم انك تطلب منه انه يديك القوة على من سمك. طب هو الموضوع الزمن والمساحه اللي حضرتك اتكلمت عنهم في الحاله دي، عشان المستحيل ده يتحول الى حقيقه، يعني هو زمن يعني فتره زمن. لا، هي الساعه اللي بقعدها معاه. ما اقصده ان اعطي زمن ومساحه للرب، هي اول حاجه بخلقها لما بخلق الوضع اللي انا فيه دلوقتي. هو قاعد قدامي، انا قاعد معاه وبقول له كلمني انت عايز مني. الساعه دي اللي بقعدها معاه ساعة زمنية بقعدها معاه، أنا خلقت مساحة وزمن عشان هو يقدر يتكلم. فخلاص بقى هو هيبقى معايا، يعني مش عشان الساعة خلصت فخلصت الصلاة، بالعكس ده نهاري هيتغير. لون نهاري هيتلون بلون تاني كله. في ناس قالت لي طب ما بقيت النهار هيبقى إيه؟ يا عم ده أنت قابلته الصبح، هيبقى نهارك أكيد فل، هتبقى ماشي في الشارع ملك برنس. معاه؟ فإذا هاخد الحتة التانية اوضحها. فدلوقتي انا قاعد. انتوا رايحين؟
رايحين لو تحبي. لا خلاص. طيب معلش. طيب اتفضلي. معلش انا مطول شويه صغيرين. هو المفروض احنا كده ساعتين بس. هخلص بس الحته دي وبعدين نكمل الحصه كده. ايه ده؟ هقول حصه عشان تجاوب كله على بعض. سؤال تاني يعني؟ لا يعني من ده يعني بقيه الحته اللي هي قريبه. يعني ممكن هو بيدي الكلام النهارده قال لي اعمل لي كذا. مثلا نرجع للغفران. مش ممكن هعملها النهارده. ممكن تاخد لها شهر. لا شهرين. لا لا يعني لا. ممكن في جوايا هقوله طب انا هحاول اسامح. لكن فعل السماح ده ممكن ياخد مني رقات. يعني ياخد مني يومين ثلاثة. دي اربعة شهر. لا لا لا. يعني مش شرط انفذه النهاردة. من هنا حضرتك. صعب. عشان ما تلفيش. مستحيل. انا اقول مستحيل فين. مش شوفوا صلاة الاصغاء. النهاردة لو طلب مني حاجة ده عشان تتعامل النهاردة. لو شاف انها ما تعملتش هيرجع لي بكرة هيرجع لي بعد كده. هو القائد هو المرشد بتاعي. المرشد بتاع الانسان هو الروح القدس هو المسيح. فمش لما بيطلب مني حاجة النهاردة غرضه بقولها لكم من دلوقتي غرضه انها تتحقق النهاردة. بس مش صعبة. يبقى ما بيطلبهاش النهارده. الشفاء ما تمش النهارده بياخد وقت. بتاخد وقت. الشفاء بياخد وقت. الشفاء بياخد وقت. الشفاء بياخد وقت. الشفاء بياخد وقت. المسيح لما شافها فلان وشاف علان ما شافهوش في 10 ايام شافها في لحظتها. انا ما بتكلمش على كل الانسان بتكلم على فعل واحد يطلع مني. دلوقتي هنرجع للفعل اللي انا اخذنا مثلا. قال لي روح اتصالح مع فلان. روح اتصالح مع فلان دي يا هعملها النهارده يا مش هتتعمل. ليه؟ لانها ممارسه الضيافه الروحيه. انت دلوقتي قلبك مقفول قدام هذا الشخص صح ولا غلط؟ ما انتش قابله. ده سممك. فهي هتعملها النهارده يا مش هتعملها. ايه 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 كمان شهر دي؟ الفعل شيء الشعور شيء تاني. انا بتكلم على الفعل. ايه اللي ينقص الانسان انه يعمل الفعل النهارده؟ ما هو مستحيل النهارده زي ما هو مستحيل كمان شهرين يا جماعه. فين المنطق؟ يعني انت تعمل الفعل من غير احساس؟ ايه طبعا الانسان يعمل الفعل من غير احساس بدون شك. طبعا بدون شك. طبعا بدون شك. ولو هتبني حياتك الروحيه على الاحساس خديها من الاول كده وما تعمليش حاجه روحيه. يعني الانسان يقدر يعمل البومبا وبعدين يبقى من جواه مش كويس مش مبسوط؟ يعني تسايس شعورك الاول بس مش بالاحساس قوي. يعني هو مش انا مش كل يوم بغسل المواعين كل يوم مبسوط؟ طيب مش بيتغسلوا في النهايه؟ قول انه لو ما غسلتهمش يبقى الدنيا هتتطربق في المطبخ اهو. مش انا بروح الشغل كل يوم؟ مش هروح الشغل وطالع دي اللي خلفوني وانا في المرور وانا في السكه في الترافيك مش بروح الشغل برضه وبتعب. هل انا مبسوط كل يوم؟ لا في ايام ببقى مبسوط في ايام اقل انبساط بس حاجه بعملها. فالباشن بقى وكل ده مش كل يوم موجود يا جماعه صح ولا غلط؟ خلينا في المعقول برضه. طيب انا اللي بقوله هو ايه؟ خلينا واقعيين. هو يطلب فعل لا يطلب احساس. لو انتوا عايزين احساسكم تجاه فلان يتغير انتوا بتحلموا. بجيب لكم كده من الاخر. دي واحده خلينا نخلص عشان كده احنا في الاواخر. لو انتوا عايزين احساس مش فعل. في فرق بين الاحساس والفعل. يمكن المراه تواجه صعوبه انها تفهم او تلمس الفرق دوت. الراجل يمكن يفهمها اسهل شويه. ليه؟ لان الراجل غير الست. الست كلمة إحساس بالنسبة لها بتضم قصص أكبر من قصة. يعني بالنسبة لها يكاد يكون الإحساس هو الفعل. لكن يا جماعة الإحساس غير الفعل. وبديكم مثل بسيط جدا. غسيل مواعين. مش أنا بغسل مواعين كل يوم؟ طب أنا يعني في برفرف كده مع الملائكة وأنا بغسل مواعين كل يوم؟ لا. في أوقات يعني لازم أغسلهم. هعمل إيه؟ ولا مش هغسلهم مش هناكل. تاني يوم لأنه مفيش مواعين هناكل فيها. صح ولا غلط؟ طيب. إذا الفعل غير الاحساس. انا بخاطب المراه. الفعل غير الاحساس هنا. انت مش غسلتي المواعين؟ مبسوطه؟ لا. بس غسلتيهم؟ يبقى في فرق بين دي ودي. هل معناته ان انت زعلانه من المواعين؟
هل معناته انه انت زعلانه من ولادك ومن جوزك عشان ما بتغسلي المواعين؟ لا لا، دي حاجه ودي حاجه، بس تعبان، بس همدان، بس اهو مضطر ومفيش حد تاني وانا اللي بغسلهم، صح ولا غلط؟ دي واحده. يبقى في فرق بين الفعل والاحساس. مانيش كل يوم في عايم جوه مربى زي ما كانت بتقول واحده من القديسات، انا شعرك ان نفسك احنا عامله زي الدبانه في المربى. في بيتها بليد ما اعرفش معايا؟ ما احناش زي الدبانه في المربى كل يوم. دلوقتي خلينا في الحاله بتاعتنا اللي ما هياش دبانه في المربى. لا لا خلينا خالص، انا عايز دي واحد دي واحد. دلوقتي قال لي روح صالح مع فلان، في حاجتين، في احساسي تجاه فلان وفي شلل قلبي تجاه فلان، تجاه نفسي، تجاه اي حاجه. ده شلني بكلامه، سمني اقتناع. ها اقتناع؟ لا، ما انا مقتنع، لان انا عايز، انا فاهم ان ربنا بيدعوني، فانا اوكي. فالاقتناع انا عايز اراده ربنا، مانيش رافضه. انا مش لسه هقنع نفسي، وهقنع نفسي يبقى ما صليتش اصلا، يبقى هنصلي بكره، هنصلي كمان شهر، دي قصه ثانيه. انا مقتنع انه اللي ربنا بيقوله صح، مقتنع ان انا فهمت كلامه، مقتنع انه انا عايز كده وبعملها. فسيب الاقتناع ده. دلوقتي انا بقول له ايه؟ بقول له انا يا رب اشفي لي قلبي. طبعا فيها جزئيه احساس مش هنكر، فيها جزئيه تعزيه مش هنكر، فيها جزئيه يشرح لي قلبي. دي صعبه اعملها؟ عايز لها شهر عشان اقولها له؟ طبعا عشان تنسى. لا ازاي طبعا؟ ليه؟ وليها معايا. طب بس عشان تصفى. لا حبيبي، انا مش عايزك تصفى، مش مطلوب منك تصفى. انا بقول لك تروح تسلم على الراجل. دي خطوه ثانيه، انا بتكلم على الخطوه الاولانيه، بقول له اشفي لي قلبي، حررني. لا ازاي مش مشكله، دي اكبر مشكله. دي واحد. انا بقول له ايه؟ بقول له يا رب خلصني من الزنقه الورطه اللي انا فيها. انا اتشلت حركتي، ما عادش عارف اتحرك. ليه؟ لان القضيه دي تعبتني. فهنا هختبر حاجه كاستجابه لفعل انا عملته. فعل هو ايه؟ يا رب ساعدني، يا رب انا عايز ارادتك، يا رب عايز اكون حر عشان اقدر اختار السكه الصح. معايا؟ طيب الخطوه دي اقدر، دي عايزها لها شهر؟ مش عايزها لها شهر. وانا ما بطلبش ان انا، مش انا اللي بصفي نفسي، هيصفيني دلوقتي وانا بتكلم. امن يا عم، امن ان ربنا يقدر. الله امنه معايا شويه، انت طلبتها وهيرد. دي بتحتاج ايه؟ بتتعمل في ساعتها. الخطوه اللي بعدها ايه؟ اديني اول، افتح قلبي تجاه هذا الشخص. قلبي مقفول تجاه هذا الشخص، بس انا عايز ارادتك، بس انا ما عنديش القوه انه افتح قلبي لهذا الشخص. هنا يتدخل الله، ومش عايزه شهر، دي عايزه دلوقتي. لو عايزه شهر يبقى مش هتتعمل اصلا. عايزه شهر يبقى انا عايز ايه؟ عايز اروق كده، اقعد لي كده، اخد لي سيجاره والشاي بتاعي واقعد اروق كده الساعه 1 الصبح بالليل كده، عشان ايه؟ اروق. دي مش حكايه ترويق، حكايه انا مش قادر استقبل هذا الشخص في قلبي، مش قادر. وبعترف يا رب، بقول لك ان انا مش قادر بتواضع، وبقول لك ساعدني. بس هيساعدك. ليه ما تامنش انه هيساعدك دلوقتي؟ ليه عايزين تحط حدود؟ ودي مش عايزه شهر. يعني هقول حاجه اكزامبل تاني، انت عصبي مثلا من النار، هتغير النهارده؟ لا لا، والعصبي مش هيتغير. هو بيقول لي لا عصبي، يعني بيقول لي لا بلاش عصبيه، سلويكي انكولير مش عارفه ايه، اي حاجه. قال حاجه في الانجيل ان انا لازم اغير حاجه عندي، اي حاجه. خد رياء الفريسيين، عصبيه، هتتغير النهارده؟ تيوه هي نفس الحكايه. انت كده بتتكلمي على عاده، على حاجه بتتكلمي على عاده مش على فعل. بتتكلمي على عاده مش مظبوط، كاركتر عاده، بلي يسموه بالفرنساوي بلي، يعني هابت، مش على فعل واحد. انا بقول صلاه الاصغاء فعل، بضعفه، ببساطته، بحدوده، فعل. قال لك انا النهارده مش عايزك تبقي قديسه النهارده، مش عايز الكاركتر بتاعك يتغير كله النهارده، يبقى انت كده ما فهمتيش صلاه الاصغاء، ما فهمتيهوش سوري. هو في اطار صلاه الاصغاء، هو مش هيقول لك انا عايز كاركترك عموما. ده الكلام الفاضي اللي بنلاقيه في الكتب. يقول لك ايه؟ لازم الانسان يتعلم الفضيله، ولازم الانسان يقعد كده يشتغل على الفضيله. دي مش صلاه الاصغاء. صلاه الاصغاء هو المسيح النهارده بيطلب منك فعل واحد،
هو عارف كويس قوي انه لو محتاجه عشان الكاركتير يتغير او عشان مش هيتغير بس يتصنفر شويه يخف شويه ما يبقاش يعني كده عنده زوايا حاده هو هيرجع يذكرها لك تاني بس النهارده هو ما بيتكلمش عامه اللي حضرتك بتقوليه هو ايه جنرال نوليدج زي اللي قلتها من شويه هي ايه رحمه لا طب هو قلت التسليم ما هو التسليم دي حاجه سنين بقى بتعمل لا 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 ده فعل لا حضرتك كده التسليم ده التسليم ده شعور انا بتكلم عن التسليم فعل هديلك مثل بسيط جدا التسليم ميرسي التسليم بايه هو معلش انا اخد شويه وقت اكتر التسليم عباره عن ايه فعل وليس احساس لما قال لي سلمني ابنك انا بعمل ايه بقول له يا رب اهو ابني اللي اسمه عزيز بحطه بين ايديك هل معناته ان الكبسه اللي انا فيها بسبب ابني عزيز دي فكت خالص لا بس الفعل عملته والفعل ده له ثمن كبير قوي في نظر الله وتكرار هذا الفعل شويه شويه هيغير بس الفعل عملته طب انا عملت الفعل ازاي هو الفعل ده مش زرار انا مش هدوس على زرار اقول ان انا كده خلاص استسلمت وربنا هيقف معايا ما اقدرش اعمل كده يعني سوري. لو فرضنا دلوقتي ربنا بيقول لك ابنك هو انت بتعمله لكن خلاص اقول بايه يعني طب ما هو ياما الناس بتفتكر نفسها انه مسلمه حياه ربنا واول مشكله تقابلها تنهار انهار بس الفعل بتعمليه وهو ماشي معاكي انت كده ما عملتوش لا انت عملتي منين مسلم ومنين عملتيه انت هو عشان عملتي الفعل يعني حليتي علاقتك مشكله علاقتك مع ابنك لا هو النهارده بيطلب فعل الفعل ده كنت بتعمليه قبل كده الاجابه لا هو ده فعل جديد بيطلبه منك عملتيه النهارده دي ليها وزنها ليها ثقلها الروحي انت عايزه تحلي كل الحياه الروحيه لا النهارده انا عايزه اعمل حاجه الواحده دي بس قول لي ازاي ما هي ما انا بقول يعني هل يكفي الفعل ده ان انا اقول يا رب انا بسلم هل هو ده كافي وانا مخي شغال ما هو لما بيقول لك سلم هو بينشن انا مش ربنا هيخش في عمق اكتر وهيخاطبك بشكل محدد اكتر هيقول لك شايفه الحته دي حتى اللي بتعمليها دي على حاجه واحده مش 10 حاجات مش 10 حاجات ومش شهر النهارده هيجي يقول لك شايفه الحته اللي بتعمليها دي بلاش تعملي دي عايزها منك النهارده قال لك كتاب بحاله قال لك حاجه واحده مش قلت لك القليل واحنا بنستقل من القليل اعملي بليز القليل ده يا جماعه اهو قليل هتقولوا لي ده ولا حاجه لا ده مش ولا حاجه في نظره ده كل حاجه قلتوا لي ده فعل صغير ما احنا اولاد صغيرين لسه بنتعلم احنا تاتا تاتا بياخدنا انتوا عايزين توصلوا وتبقوا عمالقه في يومين بياخدنا تاتا تاتا الله بقى لما تعمليها النهارده وتفرجي بكره هيطلب منك ايه والدومي دي في دي وهو اللي بيطلب مش احنا والدومي دي في دي في دي وتعالي قابليني بعد 3 اشهر انت هتقولي لي كلامك صح دي فرقت كتير قوي لان هو عارف بيعمل ايه ولضم دي في دي في دي وفجاه بعد 3 اسابيع ونص حسيت ان في حاجه فكت وبعدين مشى معايا وطلب مني كذا وكذا وكذا والله على اللي بيطلبه مني بس كل يوم ما بيزيدش عن حاجه واحده اللي بيطلبها وبقوته اللي بقدر اعملها لان انا ما اعرفش اعمل ما بقدرش اعمل واللي هي الحاجه الصغيره الجديده الباقي يومي كما هو عملت واجباتي كما هي اليوم ما بيتغيرش يا جماعه ده من اليوم لا يقتصر على هذا الفعل بس الفعل ده بيدي لونه وطعمه وثقله للنهار كله ليه لانه فعل جديد اشتركت فيه لاول مره مع حاجه هو بيطلبها مني الباقي انا بعمله اصلا هتقول له اراده ربنا بس ده جنرال هنا محدد قال اعمل الكلام ده خلينا في البسيط جالك في الحته صغيره خالص اقول لك دي انا عايزها هي دي ودي مفيش صلاة الإصغاء مفيش تالت فيه مفيش رابع يخش جواها مفيش حد يقدر يفهمها أنا لما الناس بتيجي بتقول لي ممكن بس أقول لك هو قال لي إيه ده جوه حواري ضميرك إيش هو أنا ربنا أنا غلبان أنا إنسان زيك حد يقدر يخش في حواري الضمير ويفهم الحتة اللي طلبها ربنا منك بالظبط دي أنت مفيش غير أنت وربنا اللي يفهموا بعض وهو اللي فهمك إنه شايفها عشان كده القديس
بولس بيقول ايه؟ الكلمه زي الايه؟ زي السيف كده الرفيع والبتاع كده السنجه الرفيعه بتخش تخش تخش وتوصل بمفصلات ما بين الروح والنفس والروح، يعني بيجي على حته ضيقه. هو انا شايفها، فانا عايز اقول لك طب يا رفيق انا عايز اقول لك انا عملت ازاي عشان تقول لي عملت ازاي، هو قال لي كذا كذا كذا. اوكي هسمع، بس كاني دخلت في حرمه الانسان والله، كاني دخلت في حته مقدسه مش بتاعتي. مش فهمني انا، انا هفهمك الميكانيكيه بتاعتها. اه انا زي الميكانيكي بقول لك ازاي، المهندس بس بشاوري لك الميكانيزم بتاعها شكله ايه. بس في النهايه لما تجربها فعلا وتدوقها هتلاحظ، مثلا لما تقرا الكتاب بعض السطور هتقول لي ايوه هي دي، هي دي اللي بيقوله ده هو صح. مش هتحتاج حتى تيجي لي تقول لي انا عارف كده، لا، لانك دقت اللي انا كاتبه ده بقى حي عندك انت. بس ان انا اخش في المفصلات دي صعب، خدتوا بالكم؟ فبليز بليز ما تنسوش قليل. سلمت لك ابني، هل المشكله اتحلت؟ هل الكبسه راحت؟ راحت شويه صغيرين، بس القضيه مش كده ولا كده. القضيه انه انت نجحتي او انت نجحت ان عملت فعل جديد ما كنتش بتعمله امبارح ولا من 20 سنه فاتوا. اوكي طيب، انا هتوقف، انا معاكم في الاسئله دلوقتي، بس الحصه كحصه كتدريس اوقف هنا. يا بليز بليز تعالوا ما تفوتوش السبت الجاي، الحر السبت الجاي ده تكمله الكلام ده، لان لسه ما خلصناش. يعني اديت الاساس بس لازم عايز اقول حاجات كتير. ده المفروض بديها في كذا حصه يعني، بس اهو ضمتها في حصتين. فبليز الحصه الجايه ما تفوتوهاش. دلوقتي بدي مساحه للاسئله، اللي يحب يمشي، اللي مضطر يمشي، ما فيش نو بروبلم. ايوه اتفضل. طب سؤال هنا اتفضل. لو رجعنا للاكزامبل بتاع ان انا عايز ان انا جاتلي الرساله ان انا اصالح صديقي اللي انا اتخانقت معاه، هل هنا الفعل كوني ان انا اريد ان انا اتصالح معاه حتى لو انا من جوه لسه مش جاهز، والاستطاعه دي اللي هي الجزء اللي يقع تحت المستحيل اللي ربنا هيقدر عليه، فهل نقدر نديفاين انه الفعل هنا هو الاراده؟ اه طبعا. لا، الفعل هو اولا طلب القوه، ومع هذه القوه ساقبل على الفعل واعمله. اعمله يعني اكلمه. اللي هيبان بقى ممكن ابعت له رساله حلوه. هعمل حاجه. اعمله. احنا اتفقنا ان احنا قسمناها جزئين، جزء الاراده وجزء الاستطيع. ماذا اريد وماذا استطيع؟ الاراده خلي بالك مش بمعنى اراده فولونتي، الاراده بمعنى الرغبه. انا اريد، اتمنى جيمري بالفرنسية بقولها جيمري ف جيمري بوفوار باردوني مي جو ني اريف با. دي ان اتسلف ده الفعل؟ لا ده اللي مطلوب مني كستارتنج بوينت. واخد بالك؟ انا كستارتنج بوينت هفك الحمل انه انا مش قادر. يعني مره ما انساهاش ابدا، وقتها كنت في لبنان، كان في واحده ست ما فيش تطلع تنزل، مش قادره، مش عايزه اسامح، مش قادره اسامح. بقول لها مش ممكن، ما انت جيتي ليه طيب؟ فهخش هنوصل للموضوع. فمعاها ها قلت لها طب بصي، ربنا مش عايزك انت تسامحي، بس هل انت تتمني ان اراده ربنا تحصل واراده ربنا هي المغفره؟ فين وفين 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 على الحته دي؟ قالت لي اه. قلت لها هو ده اللي ربنا عايزه منك، هل انت موافقه ان دي اراده ربنا؟ ان هو شوفي، طلعت معاها لورا، رجعت معاها لورا خالص. يعني انا مش عايز منك حاجه، انا عايزك بس توافقي على فكره انه المصالحه هي الصح. شوف رجعت معاها لورا قد ايه، عايز اكسبها. واخد بالك؟ عايز اكسبها، بحاول زي ربنا بحاول اكسبها. فبقول لها ايه؟ انت مش قادره وانت مشلوله، فير انف، خلاص مش ما ربنا ما مش عايزك تعملي حاجه، بس هل انت تتمني، شوف وش اراده، تتمني ترجي انه تسامحي؟ قالت لي اه. قلت لها بس نسيبي الباقي عليا، اصلي بس. قلت يا رب اهي فلانه الفلانيه قاعده معاك، هي مش قادره، هي كذا، بس هي تتمنى، اديها يا رب. ما انا لئيم برضه، لئيم روحي مش لئيم جلسي. قلت له ايه؟ ما انا عشان عايز اكسبها بقى، عايز انجح. واخد بالك؟ قلت له ايه؟ قلت له يا رب فلانه الفلانيه اهي معاك، عبدتك مصر تتمنى كذا، اديها يا رب، اشفي قلبها. وانا قاعد، وانا مش عبيط، انا عارف ان هيعمل حاجه، وجابها لقطها واحنا قاعدين، جابها وعرت وكله، وحصل اللي حصل.
ده اللي احنا عايزين نوصله، ان اميز ما بين اتمنى واستطيع. هي قالت لي انت تلعبها، انا ناسي وربنا ناسي، ربنا عايز منك حاجه واحده بس، تتمني. فين وفين لما لقطت حكايه ان انا مش عايزها تعمل حاجه بس عايزها بس تتمنى، قالت لي، قلت لها بس. شفت بقى دي الارض اللي هو عايزها يمشي عليها. يريد الانسان من غير الانسان لا حياه على الله على الارض. يقول لك ربنا موجود. ربنا موجود يا ابني، فين الانسان؟ الانسان موجود، ربنا عايز يمشي على الانسان، ربنا عايز حاجه ثابته. وهو دي اللي كان عايزها منها، انها تقول له اوكي اعمل انت، اوكي اعمل انت بس، اوكي انا كنت عايز الرضا ده بس، عايز الموافقه دي. فشاف الفرق. It's not an act of will, it's just an acceptance, it's just a desire. Yeah I would like. Would you like to forgive? Yes I would like. I can't. يا ستي ما قلناش مش عايزينك تعملي، قولي بس بس جبتها. يا رب فلانه الفلانيه كذا مش قادره وحصل كذا وكذا، اديها يا رب نعمتك، اديها يا رب المغفره، طبب قلبها، اعمل كذا، شيل وحط وروقها وعطرها وظبطها واشتغل في نفس الجلسه. مفترض ان لان انا ما امنش، انا مش بتاع بقى تعالى لي 70 جلسه وكعل لي فلوس وضيع وقت الكلام ده، تهريج. في نفس جلسه الاصغاء مفترض في نفس جلسه الاصغاء او صلاه الاصغاء مفترض ان انا بعد ما تمنيت وبعد ما كان عندي ريل ويلنجنس انه المفروض ربنا هيعمل بقى فيه. I put it this real willingness, I put it in his hands right now. مش بكره، مش كمان اسبوع، لا. يا رب اللي انت طالبه مني هو ان اريد اهو. مش قال لك مستحيل؟ طلب منك من عنده، طلب شيء عملي هو قليل وهو في نفس المستحيل، خلاص كل العناصر موجودة بس عملي قوي. وهتقول له ايه؟ هتقول له يا رب انا مش قادر. هقول لك وانا وانت اقول له انا عارف انك طبعا انا مش عارف انك، ما انا عارف انك مش قادر. ما انا عارف انك مش قادر. اغناطيوس اغناطيوس دي لويولا بيقول الرغبة في الرغبة. حاجة قريبة من التطول. صح كده؟ ارغب ان ارغب. الرغبة في الرغبة. الرغبة مهمة. اللي انا عايز، ان انا عايز، فبقول له ايه؟ بقول له يا رب انت ده اللي انت طلبته مني، ده انت اللي طالب يا اخي. هو انا اللي طالب؟ ده انت اللي عايزني اغفر. انا مش قادر، اديني بس. عايزين ايه اكتر من كده؟ مش ممكن ما يستجبش، لان ده هو جاي من عنده، هو ده هو اللي قال لك عايز اعمل كده. لو واقف على الباب وعايز يخش بس مش قادر يخش لانه عايز السماح، انت وانسى اديت له السماح هيخش. المشكله ان هو يحترم حريه الانسان. بس الخلط او اللغط ما بين استطيع واريد، اتمنى واستطيع، دي اللي بتشل حركة الناس. لأن الناس فاكرة أنها لازم أنها تسامح. لا، لازم أنك تريد، لازم أنك تتمنى تسامح، نعم، بس أنك تستطيع أن تسامح، لا. وضحت؟ يعني وضحت. ها، في حد تاني؟ أنا بس عندي حاسة أن ممكن الناس يبقى عندها خلق في صلاة الإصغاء أنه أنا عندي مشكلة ما وداخل في الصلاة حاطط في دماغي المشكله دي ومستني كلام من ربنا. طبعا 100% اسقاط. فانا بيتهيأ لي او انا بقرا كذا مره يتهيأ لي ان هو يقصد الحته دي، فهو افتكر ان هو بيقول لي وهو مش بيقول لي. هو انا هنا مش بسمع كلمته في يوميها، وممكن يبقى هو عايز يحل المشكله دي بس هيمشيني في خطوات تانية قبليها. انت كده عملتي جزء من الحس، صح؟ انا بس حبيت لا 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 كلامك صح، ودي حته من الحتت بقولها حتى موجوده هنا. دي حاجة اسمها الإسقاط، إسقاط بروجكشن بالإنجليزي، بروجكسيون بالفرنساوي. دي حاجة رياكشن، سايكولوجيكال رياكشن، إن أنا بروح بفتح الكتاب المقدس وأدي المشكلة بتاعتي، بروح حاطط المشكلة بتاعتي في النص وبقول له يا رب نور، نور على المشكلة. يبقى أنا عملت إيه؟ أجبرته على إنه يتكلم في الموضوع دوت. يبقى أنا ما احترمتوش كأنه هو كونه هو أعلى مني ويفهم أحسن مني، فرضت عليه، قيدته على هذا الموضوع وبوظت الدنيا خالص. فانا كده انا الرئيس مش هو الرئيس. كلام حضرتك صح، ودي خطر من الاخطار اللي بتواجهنا، ان احنا بنحط المشكله. ايه الحل بقى بتاع الموضوع ده؟ ما انا عندي المشكله، افرغ نفسي من ما فرغش فراح اتفرغ دعوات كتير مش هيهرب. المشكله لو هي كبيره قوي وفعلا هي دي اللي شغلاكي او شغلاني او شغله اي حد مننا، لان كلنا عندنا كبيره يعني، فبنعمل ايه؟ بقول له يا رب بسلمك الموضوع دوت. شعرت؟ لا، عملت الفعل.
لسه في شوية ضغط من المشكلة بس هو ما ينتظره عشان الـ الـ العملية الفائقة للطبيعة supernatural action of God تشتغل هي ان انا اديله المفتاح اديتيله المفتاح خلاص هيشتغل هيشغل هو الموتور بس لو انا ما اديتلوش المفتاح مش هيشتغل وانقح بقى لو حطيتها له في النص وعملت كده شليت الموضوع خالص كلام حضرتك 100% ودي من ضمن الكلام يعني قصدي لما هسلم وبعد كده هبتدي اسمع في كل مره عايز يقول لي ايه في حاجه تانية ممكن تكون في نفس الموضوع بس انا مش واخد بالي ده بس الناس كتير بتعمله مش هيجي في الموضوع الكبير وتاكدي انه مش هيجي في غالب الاحيان 99% مش هيمس المشكله الكبيره بتاعت حياتي هيجي في حته صغيره خالص مثلا هيجي لي بايه يقول لي ايه انت كل يوم وانت قاعد بتعمل البتاع دي كده اهو ومراتك بتتضايق من الحركه دي حطها كده اهو جنبها شويه وانت عارف ان هي بتتضايق من الموضوع ده شبت لنا مشاكل الدنيا كلها المشكله الكبيره ودي حبكت وبتقول لي اعمل دي كده اهو انا عايزك تعمل انا عايزك تعمل دي عشان خاطر طب المشكله المهببه دي اللي قدامي اعمل فيها ايه معلش اعمل دي ده اللي انا عايزه منك لانها بتبقى خطوات على خطوات على خطوات بتوصل بالزبط. حل المشكله الكبيره strengthening the will strengthening the transformation بقوي التغيير بقوي بس هو اللي سايق هو اللي بيقوده هو عارف يعمل ايه ثقوا في المسيح ان هو عارف ايه اللي بيقول له وامتى بيقول وازاي وازاي بيلضم دي في دي في دي تلاقي فجاه حاجات فكت تلاقي فجاه بقى الانسان بيقدر بقى بيقدر يسيطر على حاجات في الزمانات كان عبد للموضوع دوت وعبد الموضوع ما هو اللي بيدير في حد تاني كان عندي حاجه انا عندي سؤال بس في التكنيكال سوري انا عندي سؤال بس في التكنيكاليتي بتاع الموضوع يعني انا دلوقتي قعدت وهقرا رساله وانجيل انا بختار الحاجه راندوم يعني ولا لا 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 في كل كنيسه ليها الكالندر بتاعها ليتورجيكال كالندر اللي هو الرزنامه او النتيجه النتيجه الطقسيه كل كنيسه عندها شوفي انت كنيستك ايه او الكنيسه اللي تحبي تنتمي لها شكلها ايه واسالي الابونا او اسالي حد من الحامين او اللي عارفين الحاجات دي هتلاقي انه في كل شهر في واوقات لما بتبقى حتى اونلاين بس طبعا احنا ماشيين الشرق غير الغرب فالصيام والفصح مفصولين شويه عن الغرب بس لو احنا سوا حتى في لبنان حاطين في سايت حاطين ال 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 الليتورجيكال ريدنجز موجودين اونلاين حتى البيزنطي وحتى الماروني مليان كده بس الماروني والبيزنطي بتوع لبنان غير بتوعنا احنا لان احنا شرق فبتدور اوكي ف يو بيك ات ذس وان سوري معلش كان رافع هو ايده بقى احيانا بيجي لا بعد ما يخلص احيانا بيجي لك الطلب بس مش شرط في الليكسو ديفينا ممكن في وعظة في برنامج في التلفزيون هل ده يبقى مظبوط برضو ولا ممكن بس لو انت بتقرر انت السؤال بيقول ممكن يجي لي الطلب يعني ربنا يطلب مني حاجة من خلال اي حدث في احداث حياتي بدون شك روترات حاجة تانية غير الليكسو ديفينا حضرتك عايزة تمشي مستعجلة يعني انا بس خايفة يطوله طب اكتبي تليفوني وترني لي تليفوني مش مشكلة هاتيني انا هكتب لك وانا بتكلم واخد بالك ال حاجه كمان من رفيقه دي سوري اوكي بلاش دول لا اسمع حضرتك ميرالا قولوا لي الطلب بيجي لك مش في الليكسو ديفينا فالطلب طبعا ممكن ربنا يكلمك في اي ساعه خلوا بالكم انا ما بقولش ان ربنا ما بيكلمنيش غير في المساحه دي بس وحول حاجه مهمه قوي و يعني للاسف هي بس في الاسئله بس الاسئله اهو مصلحتها انها بتطلع حاجه عندما يقرر الانسان ان يمارس الصلاه القلبيه يوميا هيفجر طاقات جديدة من عند الرب له ونعم جديدة من عند الرب له ما كانتش واردة قبل كده القلبية ولا الإصغاء أنا قلت الإصغاء لا 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 قلبية الإصغاء ما الاثنين بس الإصغاء أهم في الحتة دي الإصغاء أهم الإصغاء هي الأساس لأنه من غير إصغاء هيبقى القلبية عايمة في الهواء
الاثنين لهم اهميتهم بس زي القداس الكلام في الاول وبعدين المناوله. انت كده لما تمارس صلاه الاصغاء بتكناليزي تمشي في الطريق لا 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 كناليزي لا يعني من كنال بس كناليزي هتمرر كانك بتسمح للنعمه تدي لها ممر تدي لها مجرى بتعد المسار او تخلق مسار للنعمه قوي جدا فهو مش هيضيع وقته يجيب لك قصص من بره اكيد ده هو ربنا بيكلمك طول الوقت لما انت بتقابل حد ربنا بيكلمك طول الوقت يعني انت فاكر ان ربنا بس بيكلمك صلاه الاصغاء ده بالعكس ده بيبتدي يكلمك بقوه وبعد كده انت ماشي طول الوقت ده انت ماشي معاه في الشارع يا ابني ده انت خلاص ما عادش فيه وحده ده انت وانت بتستحمى ربنا معاك بيكلمك يعني خلاص ما مش هتقعد لوحدك واخد بالك فانت شويه شويه بيبقى معاك حد طول الوقت بس انت بتدي له مساحه ان هو يتكلم فهيقل الغلبه البرانيه دي هتقل وهيبقى مركز معاك اكتر لان هيدي لك حاجات دسمه بدل ما كان مدي لك بسكويتات من هنا ومن هنا هيدي لك وليمه كل يوم واخد بالك فانا ما بقولكش مش هكلمك بس بقولك لما تمارس صلاه الاصغاء ده انت بتعمل بوستنج فظيع دي ملتيبلي لا فورس يعني تضرب في 100 في 20 القوه بتاعه الريتم بتاع الحياه الروحيه بتاعتك ف زي مثلا اللي بيعتنق الصليب يعتنق الصليب يعني ايه او بيعتنق المسيح يعني ايه يعني بتقول انه انا بحمل صليبي وهمشي معاك تعرف صلبانك هتقل صلبانك هتقل ليه لان ما انت بتشتغل الصليب جاي ليه الصليب ده عامل زي طوبه في الطريق لما انت بتعتنق الصليب بيشيل لك الطوبه على الطريق لما انت خلاص ما انت عارف هتعمل ايه انت لما ما بتعملش صلاه الاصغاء بتعطل سرعتك بتيجي لك مشاكل وهو بيفرملك عشان يفوقك وانت ما بتفوقش فشوف كم مشكله اتخلقت لان انت ما بتعملش بس وانس عملت الكلام ده ما عادش له ضروره ما عادش في صلبان فاضيه في صليب فاضي وصليب مليان صليب فاضي لان انت ما عملتش شغلك فبيجي لك 60 زخنقه عشان يفوقك وانت ما بتسمعش وما بتفوقش بس لو انت قررت انك تبقى فايق ما خلاص الصلبانه المنبهه هتروح ما انت جوه الصليب خلاص ما انت جواه انت فيها خدت بالك ففي نوع انواع من الصلبان هتروح خالص ليه لان انت فرضت على نفسك المجهود فرضت على نفسك التعب اليومي اللي هو التعب الروحي ففي صلبان كتير راح تختفي من حياتك تلقائيا ليه؟ لأن أنت خلاص اعتنقت النمو الروحي اعتنقت الحياة الروحية الحقيقية أردت أن تمارس صلاة الإصغاء فالإرادة ربنا بتسعى ليها طب ما إرادة ربنا بتسعى ليها ليه بعت لك مسجات غامضة؟ هو بيكلمك على المفتوح إلى الصديق أنتم مش عبيد أنتم أصدقاء والصديق بكلمه بوضوح ادي نصيب الانسان بينما الصلبان الغامضه دي خلاص هتروح فاهم الكلمه بقول أيوة دي معلش بزودها على الاجابه يعني طلبات الله في صلاه الاصغاء ملهاش علاقه بالتكوين الانسان روحيا او اجتماعيا يعني هو بالباك جراوند بتاعه بالباك جراوند او لا استعداده لا. او المرحله الروحيه اللي وصل لها او هي لا لينكت طبعا للريل اكشوال نيد طبعا لينك تو ذا نيد لان هو دكتور واخد بالك انت هو عنده اكس راي شايف الويل ارادتك شكلها ايه مصارينك من جوه شكلها ازاي فشايف اللي انت محتاجه فهو بيقيس على ذلك وبيدي لك الحته اللي انت محتاجها بحكمه ولا انا افهمها بعد 30 سنه من الخبره ما افهمهاش واخد بالك فلا اتس ادابتد تو يو وبص نفس النص اللي معاك النهارده هيجي لك كمان 3 اشهر هيجي لك السنه اللي جايه هيجي لك كمان 3 سنين نفس النص هتقول لي بالنص ده عملت قبل كده لا انت اتحركت فالنص اتحرك معاك فالاحتياج بتاع بكره غير احتياج النهارده فطبعا هيطلع لك حاجه ثانيه هتقول لي الله ايه ده نفس النص بيتكلم هنا شكل وهنا شكل ما انت شكل ثاني ما انت اتغيرت فهو ماشي معاك النص مش النص ده انت اوكي خلاص كده طيب ميرسي بليز حاولوا تكونوا موجودين ان شاء الله انتوا 10 ازاي 10 10 خمله 10 مش موجودين احنا خلاص عكب
طب 10 بجد 10 بس هي 10 ايه ب 10 انتوا عايزين حصه بحالها.